ولمناقشة التطورات الإيرانية ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص بالشأن الإيراني السيد حسن راضي. سيد حسن، مرحبا بكم. مرحبا، أهلا وسهلا. سيد حسن، أنباء عن تصاعد وتيرة الاحتجاجات العمالية في إيران، كيف راقبتموها؟ هل ما زالت تلك الدوافع قادرة على حشد المزيد من المتظاهرين بعد مرور كل هذه الشهور؟ نعم طبعا، الاحتجاجات هي موجودة في العديد من المدن الإيرانية وخاصة في طهران. طبعا احتجاجات عمالية اليوم حصلت، احتجاجات للطلاب الجامعات، واحتجاج للمواطنين خاصة أمام مؤسسة كاسبيان التابعة لحرس الثوري الإيراني التي نهبت أموال يعني المئات من المواطنين الإيرانيين ولم ترجع أموالهم، ويتهمون المواطنين تلك المؤسسات التابعة للحرس الثوري الإيراني بإعطاء أموالهم إلى الحوثيين وإلى حزب الله في لبنان. وأما الاحتجاجات في الأحواز طبعا هي دخلت اليوم يومها 25 على التوالي، وتطالب يعني تلك الاحتجاجات العمالية يعني المسؤولين الإيرانيين عن دفع الأجور المتأخرة لبضعة أشهر. بعض يعني المصانع لم تدفع الأجور للعمال 8 أشهر وبعضها 6 أشهر، يعني في مدينة الأحواز مصنع الصلب، وأيضا في مدينة السوس، وحتى وصلت إلى مدينة عبادان والمدينة الفلاحية ومدينة القنيطرة أو دسفول. الاحتجاجات طبعا ما زالت مستمرة وهي تتوسع، وانضمت إلى تلك يعني الاحتجاجات يعني شرائح واسعة من المواطنين الذين يؤيدون تلك الاحتجاجات. والاحتجاجات طبعا يعني كانت الهتافات في الاحتجاجات هي موجهة بشكل مباشر إلى روحاني ووصفته بالكذاب والمخادع، وأيضا وجهت يعني المسؤولية تجاه روحاني مباشرة، وكانت الهتافات حيث كانت الهتافات هي الحاكم والحكومة لا يفكرون بحالنا، أي بمعنى الحاكم المطلق أي الحاكم الأساسي الحقيقي هو خامنئي والحكومة المتمثلة بروحان. لذلك نعتقد الاحتجاجات بدأت تتوسع، ويعني هناك أفق لتوسيعها حيث ليس أمام النظام الإيراني أي حلول، حيث بعض المؤسسات يعني مثلا يعني شركة صناعة أو إنتاج المشروبات الغازية التي أيضا عمالها يعني يحتجون ويقومون بمظاهرات، تلك يعني المؤسسة اقترحت على العمال بدل إعطائهم أجورهم لعدة أشهر اقترحت عليهم أن تعطيهم مشروبات غازية بدل الرواتب. لذلك هذه الحلول التي تستهزئ وتستخف بعقول العمال وعقول المواطنين ولا تقدم حلول منطقية، أنا أعتقد يعني في هذه الحالة ستستمر الاحتجاجات، خاصة أنه بدأت العقوبات الأمريكية على إيران تأكل يعني تؤثر على النظام الإيراني وتأثر على الوضع الداخلي وخاصة الاقتصادي، حيث نشهد أنه التضخم بدأ يعني يرتفع. نعم. وايضا يعني ايضا هناك ارتفاع في الاسعار والبطاله بدات تتوسع فيه. طيب سيد حسن، في هذا الاطار كيف تابعتم تعامل النظام الايراني مع هذه التظاهرات؟ طبعا التعامل النظام الايراني هو اعتقل عشرات من العمال، خاصه عمال عن المصنع الصلب في الاحواز، وايضا عمال مشروع قصب السكر او مصنع السكر في مدينه السوس. اعتقل العشرات منهم، واعتقل خاصة المسؤولين ويعني رؤساء النقابات العمالية، وأيضا هددهم يعني بالقمع وبالعداء، هددهم بالقمع وأيضا بالاعتقالات، حيث يعني واجهت العمال والاحتجاجات واجهت تلك التهديدات يعني بالتصعيد، وكانت الهتافات لا السجون ولا التعذيب ولا الإعدامات يعني تستطيع أن إيقاف احتجاجاتنا. أنا أعتقد النظام الإيراني يعني حلوله هي أمنية وقمعية، حيث اعتقل الكثير وما زال يهدد يعني بالاعتقالات، حيث يعني دائما الاحتجاجات يتم محاصرتها من قبل قوات الأمن حتى لا تتوسع إلى المراكز المدن وإلى
الأماكن الحساسة التي يمكن أن تصل إليها تلك الاحتجاجات. طيب سيد حسن، يعني أنتم قلتم بأنه حلول النظام الإيراني دائما ما تكون قمعية، منظمة العفو الدولية أيضا يعني جارتكم في هذا القول، طالبت الأمم المتحدة بإجراء تحقيق عن جرائم النظام الإيراني تجاه المتظاهرين. تعتقد أن إجراءات هذه يعني منظمة العفو الدولية يمكن أن توقف أو تخفف من حدة الانتهاكات في المستقبل القريب؟ يعني هناك ضغوط كبيرة من قبل المؤسسات الدولية، من قبل الأمم المتحدة، من قبل منظمات العفو الدولية، وأيضا هنا اليوم أصدرت 80 يعني مؤسسة نقابية للعمال حول العالم، يعني من أمريكا الجنوبية ومن الشرق الأوسط، أصدرت بيان ووجهت يعني نداء إلى خامنئي مباشرة وطالبته بإطلاق سراح المعتقلين من العمال وأيضا تلبية مطالب العمال. أيضا هو الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى تضغط على طهران، لكن يعني النظام الإيراني طبيعته قمعية، لا يستطيع تقديم الحلول، لا يستطيع يعني إطلاق سراح المعتقلين وهم بالآلاف من العمال والطلاب وغير ذلك، لأنه يعني طبيعة النظام الإيراني هكذا وغير قابل للإصلاح. أنا أعتقد يعني سيتراجع النظام الإيراني أمام تلك الحركات الاحتجاجية إذا وصلت إلى مرحلة خطيرة تلك الاحتجاجات ووضعت النظام الإيراني في زاوية ضيقة، وإلا يعني النظام الإيراني لا يتراجع في هذه الحالة وهو لديه المزيد والمزيد من الإمكانيات والطرق لقمع الاحتجاجات. أنا أعتقد أنه النظام الإيراني يعني في هذا الوضع الآن لا يقدم حلول، لأنه عاجز على تقديم الحلول. طيب سيد حسن، أولاً وثانياً أنه يعني يفضل يعني تقديم تلك الأموال والثروات إلى ميليشيات في المنطقة على حساب العمال والمواطنين في الداخل. سيد حسن، بنظرة استشرافية للمستقبل، هناك من يرى أن العقوبات على إيران ستؤدي بالنهاية إلى إسقاط النظام، هل هذا وارد سيد حسن؟ الأمر يعتمد إلى مدى الاحتجاجات في الداخل الإيراني، يعني من يضغط النظام الإيراني ليس العقوبات وحدها، بل إذا تزامنت تلك العقوبات بالاحتجاجات في الداخل ومدى تجاوب يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالتحديد مع تلك الاحتجاجات، لأنه وعدت حماية المواطنين ودعم المواطنين ويعني مساندتهم في حال خروج مظاهرات. يعني سقوط النظام الإيراني مرتبط يعني بعدة عوامل، كيف يتعامل الداخل الإيراني مع العقوبات ومع القمع وغير ذلك، هل تشهد في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة احتجاجات واسعة في الداخل الإيراني، وهل تتم حماية تلك يعني الاحتجاجات حيث النظام الإيراني قمعي وسيقمع أي احتجاجات إذا خرجت بالشارع إذا لم تجد تلك الاحتجاجات حماية دولية من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن أو من قبل الأمم يعني قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لكن بشكل عام النظام الإيراني بدأ يتآكل بشكل كبير، نرى أن هناك صراع في داخل النظام الإيراني، هناك عدم رضا واستياء كبير في الشارع، هناك احتجاجات مستمرة، هناك عدم قدرة وعاجز للنظام الإيراني لتلبية يعني مطالب المواطنين الاقتصادية وغير ذلك، وهناك يعني نشهد حركة حتى في الساحة الخارجية بين المنظمات السياسية للمعارضة الإيرانية وغير الفارسية تقيم بمؤتمراتها وتنظم صفوفها، وهذا كله يؤدي بالتالي إلى أضعاف النظام وإسقاطه في المستقبل. المتخصص بالشأن الإيراني حسن راضي، شكرا جزيلا لكم.